السيسي يوجه بالعمل على زيادة المنافذ الخاصة لبيع السلع الغذائية الأساسية من أجل إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة. القوات العراقية تقترب من مطار الموصل، والعباد يؤكد قرب تحرير المدينة ويطالب بتنظيم داعش بإلقاء السلاح. فصائل المعارضة السورية تطلق عملية عسكرية واسعة في ريف حماة شمالي لصد هجمات الجيش السوري على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الأجهزة المعنية بالعمل على زيارة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع والعمل على إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة. وأكد الرئيس على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها بأسرع وقت لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع وزراء الإسكان والزراعة والري ورؤساء هيئات قناة السويس والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما وجه الرئيس السيسي بمنح الأولوية لأهالي مطروح في الأراضي التي تطرح بمنطقة المغرة، وأيضا لأهالي سيناء بالأراضي التي تطرح في شمال وجنوب سيناء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف قبرص المساندة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد رئيس القبرصي حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية. يبدأ اليوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يبحث لارشي مع رئيس السيسي الأوضاع في الشرق الأوسط والدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة. كما تتناول المباحثات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. بدأت اليوم البنوك أول جلسة لتداول العملات فيما بينها بدون توجيهات من البنك المركزي بعد قرار تحرير سعر الصرف. ومن المقرر أن تواصل البنوك العمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء لحين صدور إشعار آخر. كانت البنوك قد واصلت العمل خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الخميس بهدف القضاء على السوق السوداء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد حسني الخبير المصرفي. أستاذ خالد، يعني اليوم أول جلسة لتداول بين البنوك بدون توجيهات من البنك المركزي، ما هو إذن سعر الجنيه الذي سجل في بداية تعاملات اليوم؟ صباح الخير. بالنسبة
سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر، في كل البنوك في مصر لم يزد عن 15 إلى 15.5 في الجنيه، وأعتقد أن التعاملات بتشهد نوع من الاستقرار نوعا ما، في حالة من الاستقرار والهدوء لدى المتعاملين نتيجة القرارات اللي صدرت يوم الخميس اللي أوحت هي المتعاملين في السوق المصري أن هناك حالة من الضغط في التعاملات، ومن ثم هناك حالة من الإحساس أن في توافر للعملة الأجنبية والنقل الأجنبي داخل البنوك في مصر. نعم. طيب يعني أستاذ خالد، خلال اليومين الماضيين ثبت إلى حد ما أن البنوك يعني غير قادرة على تلبية مطالب السوق من العملة الأجنبية، هل لهذا تأثير على سعر العملة على المدى الطويل خصوصا إذا ما استمر ذلك خلال الأيام القادمة؟ كان من الطبيعي أن يكون في إقبال طبعا على العملة الأجنبية على البنوك خلال هذه الفترة، والتحدي الأكبر هو مدى قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية. أنا في اعتقادي أن البنوك هتكون قادرة الحقيقة على تلبية النسبة الأكبر من الطلبات اللي موجودة للنقد الأجنبي، خاصة أن هناك في موارد ذاتية للبنوك إلى جانب موارد اللي هتخش خزينة البنك المركزي ولا يتم ضخها في البنوك خلال الفترة القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا إن شاء الله. نعم. طيب هل من المتوقع أستاذ خالد حدوث عملية ضخ غير مباشر إلى السوق عبر البنوك الوطنية؟ هناك يعني في كلام عن هذا الأمر يحدث، احتمال يحدث خلال الفترة القادمة، وإن أكون أنا أرى صراحة شخصيا أنه هيتم دعم النقد الأجنبي اللي في البنوك بشكل كبير لتوفير كل الطلبات اللي هتكون متوقعة خلال اللي هي الفترة اللي احنا داخلين عليها وعلى أواخر العام، وده هيبقى يتزامن مع عملية ان احنا بنقضي شيئا فشيئا على تضخم السوق السوداء اللي كان موجود خلال الفترة اللي فاتت بشكل كبير. نعم، أشكرك الأستاذ خالد حسني الخبير المصرفي. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين بتهمة إهانة القضاء. كانت هيئة التحقيق قد نسبت للمتهمين تهم إهانة وسب السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم من خلال الإدلاء بأحاديث في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحمل عبارات تبعث على بث الكراهية والازدراء. إلى العراق، حيث قالت الشرطة العراقية ومصادر في المستشفيات إن انتحاريا فجر سيارة إسعاف ملغومة في تكريت اليوم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأعلنت السلطات حظر تجول في المدينة وقالت إن لديها معلومات عن احتمال وقوع مزيد من الهجمات. وفي سمراء على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي تكريت قتل شخصان حينما فجر انتحاري سيارة ملغومة في مرأب سيارات تابع لمرقد الإمام العسكري بالمدينة. وقع الهجومان بينما تشن القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما لطرد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد منذ عامين. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرب تحرير مدينة الموصل مطالبا مسلحي داعش بإلقاء أسلحتهم إذا ما أرادوا الإبقاء على حياتهم. جاءت تصريحات العبادي خلال جولته لتفقد جبهة القتال في شرق المدينة، مشيرا إلى أن القوات العراقية لن تستسلم ولن تتراجع عن دحر التنظيم الإرهابي. كانت القوات العراقية قد تمكنت من طرد تنظيم داعش من ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وباتت على بعد 4 كيلومترات من مطار الموصل الواقع على مشارف المدينة. وتعد حمام العليل آخر مدينة تفصل بين القوات العراقية وبين معقل تنظيم داعش في الموصل إلى الشمال. وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية، تواصلت موجة نزوح اللاجئين من الموصل، حيث أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بارتفاع عدد النازحين الوافدين الذين وصلوا إلى مخيمي الخازر وحسن الشام في الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو 8,000 شخص من إجمالي 11,000 نازح. وأضافت المفوضية أن أكثر النازحين فروا من ناحية كوجلي شرقي الموصل والتي تشهد معارك ضارية منذ 3 أيام وسيطرت عليها القوات العراقية.
إلى الملف السوري، حيث أعلنت فصائل من المعارضة السورية عن عملية عسكرية واسعة تم إطلاقها في ريف حماة الشمالية، وذلك لصد هجمات القوات والميليشيات الموالية لها على القرى التي تسيطر عليها المعارضة. وذكرت مصادر في المعارضة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل المعارضة والقوات السورية على أطراف منطقة شليوط ومدينة حردة في ريف حماة الشمالية. تأتي العملية بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على العديد من النقاط شمال تل بزان في ريف حماة الشمالية، وسط تقدم للوحدات المقاتلة عبر أكثر من محور. في تقدم الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على العديد من النقاط شمال تل بزام وسط تقدم للوحدات المقاتلة عبر أكثر من محور. وفي حلب تعرضت مناطق في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي لقصف من قبل الطيران الحربي السوري في وقت انتهت فيه الهدنة التي أعلنتها روسيا، في حين استهدفت فصائل المعارضة المسلحة ركلا لقوات النظام في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي. ووفقا لمصادر بالمعارضة، استهدفت الفصائل المسلحة تمركزات للقوات السورية في حي جمعية الزهراء غرب حلب، في حين استهدفت قوات النظام مناطق في جبل المدورة بريف حلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى في محيط منطقة خان تومان بريف حلب الجنوبي. وفي ريف حلب الغربي تعرضت الأتارب ودار عزة وكفناها للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وتسود حلب أجواء ترقب لاحتمال شن عملية عسكرية كبيرة ضد قوات المعارضة في الجزء الشرقي من المدينة التي لم يستجب من تبقى من سكانها، ويبلغون 275 ألفا للدعوات السورية الروسية بالخروج من المدينة. أفاد تقرير حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح قامت بتهجير نحو 3600 أسرة منذ سبتمبر العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر الحالي، معظمها في تعز جنوب غربي البلاد. من ناحية أخرى، قتل 4 مواطنين بينهم 3 سيدات وأصيب 8 آخرون في قصف للميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في محافظة تعز. في الوقت نفسه، صدت قوات الجيش اليمني هجوما للميليشيات على مواقعها في محيط جبل هان، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصر الميليشيات خلال المواجهات. وإلى ليبيا، حيث تواصل قوات حكومة الوفاق تقدمها في منطقة الجيزة البحرية آخر جيوب عناصر داعش في مدينة سرت. وخلال الأشهر الأخيرة، استطاعت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق استعادة معظم أحياء المدينة من قبضة داعش. تتحرك الدبابات والآليات الثقيلة باتجاه الجيوب الأخيرة لعناصر داعش في مدينة سرت الساحلية. فبعد عدة أسابيع من المواجهات المسلحة، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من دفع مقاتلي داعش وتضييق الخناق عليهم في آخر نقطة بمدينة سرت وتسمى بالجيزة البحرية. وتقع الجيزة البحرية بجوار المنطقة الثالثة التي استطاعت قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها وغيرها من المناطق الحيوية الأسبوع الماضي. وعلى مدار الشهور الخمسة الماضية، تقود قوات حكومة الوفاق حملة عسكرية عنيفة بدعم من سلاح الجو الأمريكي لطرد عناصر داعش من آخر معقل للتنظيم الإرهابي في شمال إفريقيا. مصادر أمنية ميدانية أرجعت بطء التقدم العسكري في معركة سرت إلى استخدام عناصر داعش للقناصة والسيارات المفخخة والألغام، فضلا عن المخاوف من سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين في حال استخدام القوة المفرطة في المعارك. وترجع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة سرت إلى بدايات عام 2015، حيث استغل عناصر التنظيم حالة الفوضى الأمنية والانقسام السياسي في البلاد، واستطاع المئات من عناصر داعش ممن شاركوا في الصراعات الدائرة في سوريا والعراق من الانتقال إلى ليبيا والتمركز في مدينة سرت لتكون منطلقا لتنفيذ عملياته في الدول الإفريقية، حتى وصفتها التقارير الغربية بعاصمة داعش في شمال إفريقيا.
أطلقت الشرطة التركية النار على رجلين كانا يستقلان دراجة نارية قرب مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول عندما رفضا أمرا بالتوقف. وأفادت المصادر أن أحد رجلين اللذين كان يركبان دراجة نارية أصيب واعتقل، كما اعتقلت الشرطة رجل ثاني بعد مطاردته. يذكر أنه في يونيو الماضي قتل انتحاريون يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش 41 شخصا وأصابوا نحو 240 آخرين بجراح خلال إطلاق نار وإلقاء متفجرات في المطار نفسه. وفي اسطنبول أيضا استخدم رجال الشرطة التركية قنابل غاز وخراطيم مياه من أجل تفريق متظاهرين كانوا يحتجون على توقيف قادة ونواب في حزب الشعوب الديمقراطية لرفضهم الإدلاء بشهاداتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. هكذا استخدم رجال الشرطة التركية في مدينة اسطنبول قنابل غاز وخراطيم مياه من أجل تفريق متظاهرين كانوا يحتجون على توقيف قادة ونواب في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لرفضهم الإدلاء بشهاداتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. إحدى وكالات الأنباء التركية الخاصة كانت قد نشرت تسجيلا مصورا يظهر صلاح الدين ديمرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لدى خروجه من مروحية واقتياده إلى سيارة تابعة للشرطة بعدما تم توقيفه رسميا من قبل السلطات التركية. وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية قالت إن زعيم الحزب المعارض نقل على متن مروحية إلى سجن شديد الحراسة في محافظة أدرنة شمال غرب البلاد. الحكومة التركية من جانبها تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بالعمل كذراع سياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور، الاتهام الذي يرفضه الحزب. كان الآلاف من الأتراك قد تظاهروا في عدة مدن أوروبية تحت شعار أوقفوا ديكتاتورية أردوغان. كانت مدينة كولونيا الألمانية صاحبة النصيب الأكبر من تلك المظاهرات رفضا لسياسة الرئيس التركي، علما بأن ألمانيا تحتضن أكبر جالية تركية في العالم وأكبر جالية كردية في أوروبا تضم نحو مليون شخص. العاصمة الفرنسية باريس انطلقت بها مظاهرة من 2000 تركي حسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية تطالب بضرورة وقف أردوغان وعدم المساس بنواب حزب الشعوب الديمقراطي. يذكر أن توقيف قادة ونواب في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد يوم الجمعة الماضي كان قد أثار قلقا في الخارج، واعتبر الأمر فصلا جديدا في حملة التطهير الواسعة التي تقوم بها أنقرة منذ محاولة التمرد الفاشلة في يوليو الماضي. أفاد تقرير صحفي أن وزارة الداخلية الألمانية تريد منع المهاجرين من الوصول إلى ساحل أوروبا المطل على البحر المتوسط من خلال اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى أفريقيا. ونقلت التقارير عن المتحدثة باسم الوزارة أن استبعاد احتمال الوصول إلى الساحل الأوروبي قد يقنع المهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي تنطوي على تهديد للحياة، بالإضافة إلى أنها مكلفة في المقام الأول. ويدعو اقتراح الوزارة إلى إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط والذين جاء معظمهم من ليبيا التي يمزقها الصراع إلى تونس أو مصر أو دول أخرى بشمال إفريقيا لتقديم طلب للجوء من هناك. أجلت الأجهزة الأمنية الأمريكية المرشح الرئاسي الجمهورية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع بولاية نيفادا ليعود إليها مجددا بعد لحظات إثر إنذار كاذب بوجود رجل مسلح. وقد ألقي القبض فورا على شخص من بين الحشد بعد أن صرخ بكلمة سلاح. وقال جهاز الأمن السري المكلف بأمن الرئيس الأمريكي والمرشحين إلى البيت الأبيض إنه لم يتم العثور على أي سلاح بعد تفتيش كامل لهذا الشخص وللمكان المجاور حيث كان يقف.
وفي غضون ذلك أظهر استطلاع لرأي تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بفارق 5 نقاط. ويواصل المرشحان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حملاتهما الانتخابية لجذب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة والتي قد تحسم السباق إلى البيت الأبيض. قبل يومين من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية واصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب حملتهما الانتخابية. ترامب واصل تنقلاته بين الولايات الأساسية لمحاولة منع منافسته من أن تصبح أول امرأة رئيسة للولايات المتحدة. هيلاري كلينتون لديها كل هؤلاء المشاهير، لكنها أخفقت في أن يروج لها السياسيون، ولديها جمهور أقل بكثير مما لدينا. وتعلمون أنني اعتدت أن أكون في الجهة الأخرى من الأمور، لكنني أحب أيضا بلدي. كلينتون من جهتها حاولت تحسين صورتها التي تضررت في الآونة الأخيرة إثر تحقيق في قضية استخدامها خادما خاصا لمراسلاتها الإلكترونية، ورغم ذلك لا تزال تتصدر استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بمقدار 2.3 نقطة على ترامب. الآن هل شاهد أحدكم المناظرات؟ لقد قضيت 4.5 ساعة أمام دونالد ترامب لإثبات أن لدي قوة تحمل كي أكون رئيسة للولايات المتحدة، وكنت سأكون سعيدة لو أنني قضيت تلك الساعات في الحديث عما قمت به مقارنة بما قام به ترامب خلال 30 عاما الماضية. وساهمت في إنشاء صندوق تأمين صحة الأطفال، وكسيناتور عملت على إعادة بناء مدينة نيويورك، وكوزيرة للخارجية سافرت إلى 112 دولة ودافعت عن حقوق الإنسان والمرأة والعمال، وقضيت حياتي المهنية دفاعا عن الطفولة والأسرة، وإذا ما انتخبتوني فسأستمر في ذلك. ويشارف سباق الخصمين على نهايته يوم الثلاثاء القادم بعد كثير من المفاجآت والفضائح والتقلبات والسجالات التي أذهلت الرأي العام في الولايات المتحدة بل وشغلت العالم بأسره. الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيارة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية من أجل إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة. القوات العراقية تقترب من مطار الموصل، والعبادي يؤكد قرب تحرير المدينة ويطالب تنظيم داعش بإلقاء السلاح. فصائل المعارضة السورية تطلق عملية عسكرية واسعة في ريف حماة شمالي لصد هجمات الجيش السوري على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة. مشاهدينا، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، بعد قليل نأتيكم بجولة في عالم الصحف الصادرة صباح اليوم محليا وعربيا ودوليا. إلى اللقاء.